تحياتي في حلقة جديدة من رصد خبري. الجميع انصدم من عضلات لاعبي بايرن ميونخ بتحولوا بدرجة عجيبة غريبة إلى أجسام رهيبة. خلت البعض يتحدث إنه دي بروين لو راح لبايرن ميونخ حيصير مثل بروك لايزنر. فشو سر هذا التحول العجيب؟ بحثت شوي ووجدت أول الجواب في موقع اسمه بافيريان فوتبول ويرز. هذا الموقع مختص بالكرة الألمانية وذكر الجميع بثلاثية بايرن القوية وجاءت وسط تفوق لياقي واضح على الجميع وقتالية مرعبة. وبنفس الوقت كان اللاعبين بعد ما يفوزوا كل مباراة يستعرضوا عضلاتهم الرهيبة اللي لفتت انتباه الجميع، لدرجة يقال انه كثير من العروض الآن بتوصلهم من شركات الأناقة والملابس. السر حسب هذا الموقع كما يبدو بمدرب اسمه هولجر برويتش الموجود مع بايرن ميونخ للعلم من زمان، يعني من عام 2014، لكن هانز فليك هو أول مدرب آمن بأفكار هذا الرجل واستطاع إجبار اللاعبين على نظام تمارين معين ممزوج بنظام أغذية مقاس باستمرار، ويتم تحديث هاي البرامج بشكل مستمر حسب أداء كل لاعب. ويضيف هالموقع بيقول لازم نشيد بانضباط لاعبي بايرن ميونخ المذهل لأنه هو السر، لكن موقع جول بريطاني أعطانا مزيد من التفاصيل وقال هذا التدريب بسموه تمارين المقاومة أو ما يسمى resistance training. ويشرح الموقع هذا التمرين بقوله يتم ذلك بزيادة الأحمال بالتدريج كلما شعرت أنك أقوى، مثلا ربما تبدأ برفع 20 كيلو ل 12 مرة، بعدين لما تحس الموضوع صار سهل بتزيد 5 كيلو كل مرة حتى تشعر انه الموضوع صار سهل مرة ثانية فتروح زايد كمان 5 كيلو. وحسب هالموقع فانه هذا الاسلوب بيساعد الجسم على النمو العضلي بشكل مستمر ودون ما يخل في نسبة التوازن ما بين العضل والعظم داخل الجسد. وبجانب هذا كله لازم يكون في نظام غذائي قوي يتم قياسه بالتفصيل. الفكرة كلها بالنسبة لكل الناس اللي قرأت عندهم بالانضباط بالالتزام بالبرنامج وبوضع البرنامج الصحيح اللي قابل للتعديل حسب النتائج. ولازم نتذكر انه اهم شيء ساعد لاعبي بايرن ميونخ والنادي على هذا الانجاز العزل اللي حصل بسبب كورونا، اللي كان فرصة لهم جميعا بالتركيز على نوع معين من التمرين بما انه ما في تمارين جماعية بالكرة اثناء العزل ووجود كل لاعب في بيته. وكما قال جوريتسكا لصحيفة بيلد لقد كان تهديدا وفرصة واحنا اغتنمنا الفرصة. تلك قصة فرصة اغتنمها الالمان. الجميع كان حزين لعدم وجود كرة القدم، لكن البافاريين كانوا يفكروا كيف رح نرجع بكرة القدم بشكل افضل ومفاجئ للاخرين، فاغتنموا الفرصة فكانت الثلاثية.